نجم احمد بدير، بقول لحضرتك اولا الف سلامه من الشرق. مليون مبروك طبعا على جايزه افضل ممثل عن فيلم هيبتا. لا هو مش افضل يعني جايزه عن دوري في فيلم هيبتا، فانا سعيد جدا بالجايزه دي، خاصه ان انا ما كنتش متوقعها يعني، فانا فرحان جدا بيه. ليه ما كنتش متوقع؟ لا يعني الفيلم كله كويس، الفيلم كله فيه ممثلين كويسين، كل واحد عمل دوره بشكل جيد جدا، مساحه الدور الصغيره، فكون يحصل لهذه المساحه تقدير وتقييم انا سعيد جدا. دايما بيقولوا الممثل الكويس يعني بيبدع في اي دور حتى لو كان مشهد واحد. المقوله دي مظبوطه، مفيش ممثل صغير وممثل كبير، في دور صغير مفيش دور صغير ودور كبير، في ممثل صغير فدي طبعا يعني انا خدت في فيلم ساعه ونص جايزه احسن ممثل، وبرده كان 7 مشاهد، فالحمد لله. المهم الاخلاص، والمهم انك تعمل حاجه وانت صادق. الفيلم عودة للرومانسية في السينما المصرية، تقول ايه عن ده وشايف ان هتبقى موجة بقى الفترة اللي جاية ولا يعني تجربة وعدة؟ والله اتمنى الاكثار من هذه التجارب للنوعية دي، لان احنا افتقدناها بقى لنا فترة بصراحة. 2017 يعني ما شاء الله بنبدأها بجايزة، شايف الفن المصري رايح على فين في 2017؟ رايح لفوق لاجمل حاجة إن شاء الله. الجديد عندك الفترة اللي جاية؟ في مسلسل حسن الأسود وفي مسلسل الطوفان. مسلسلين يعني؟ إن شاء الله. رمضان ولا خارج رمضان؟ رمضان إن شاء الله. ألف مليون مبروك مرة تانية ودايما متعب. سيا حبيبي.